ايوه انا رايحه اللي هو رمال ده اللي كنت حكيت لك عليه. نمت ساعتين مثلا. ايه ده؟ لا 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 تجيبني ايه؟ لا بقى انت تلاقيك ما نمتش اصلا بدري فشخ. لا انا نزلت خلاص. اوكي مش سلام. حلوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب يا رب لاجل حبيبك النبي ما تكسر بخاطري. يا رب يا رب ما ترجعها ليش متطلقة. يا رب تعقلها وتعقله. انت مؤلف القلوب يا رب. ألف قلبها على قلبه. يا رب ده انا يتيمة، انا ماليش غيرك. يا رب ما تكسر بخاطري. يا رب يهديكي يا بنتي. يا رب يا رب يهديكي يا رب لاجل حبيبك النبي. يا رب يا رب يا رب. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. يا استاذ عمرو. صباح الخير. صباح الفل. اتفضل. متشكر جدا. انا جاي بس اقول لك ان وليد كلمني امبارح وقال لي ناخد منك البطاقه عشان احط بياناتك على عقد. وانا بصراحه يا استاذ عمرو مش مصدق ان استاذ وليد وافق انه يديني الشقه. والله وانا ما كنتش متخيل برضو ان هو يوافق بسرعه كده، بس حصل. حضرتك كمان وافقت؟ انا ما تشيليش هم خالص. ربنا يخليك ليا وما يحرمنيش. اول ما تحضر البطاقه بيكلمني على طول. حاضر. صباح الخير يا عمرو. صباح النور. ايه اللي مصحيك بدري كده؟ وانا يعني لسه ما نمتش. ازيك يا كريم؟ ازيك يا انسه مايا؟ انا قلت اجي افطر معاكي. ربنا يكبر بخاطرك. قادر يا كريم، ما تيجي تفطر معانا يا استاذ عمرو ونفطر كلنا مع بعض؟ شكرا والله معلش. ما تيجي يا عم. النوم النوم اهم. يلا مانوالي. ما بتاكليش ليه يا كريم؟ ماليش نفس. معرفش ليه حاسه كده زي ما تكون بطني قفلت. طب كل حاجه بسيطه عشان خاطري. والله خاطري غالي عندي قوي، ربنا يعلم. بس خلاص ما بقتش قادره. انا هشرب الشاي. معلش يا كريم، كله هيعدي وهتبقى احسن ان شاء الله. احسن ولا اوحش؟ خلاص ما بقتش فارقة. اديني عايشة عيشة والسلام لحد ما ربنا يفتكرني واروح للناس اللي اعرفهم وبحبهم. مش كده يا كريمة، ربنا يخليكي. يخليني ليه ولمين؟ انا ما كانش ليا حد في الدنيا غير سحر، وهي سابتني وراحت الله يرحمها. وبعدين سيادة اللواء الله يرحمه ويجازيه خير، عارفة افتكرت ان ربنا بعتهولي عشان يقف جنبي ويساعدني ويحميني واحس ان ليا اب. قلت اكسب ثواب، يمكن ربنا يغفر لي ويسامحني. بس الاتنين سابوني ومشوا، وانا ما بقاليش لحد في الدنيا خالص ولا حد. عايش لوحدي وموت لوحدي، هو ده اللي انا كنت خايفه منه طول عمري. بس عارفه على الاقل هموت في بيت مقفول عليا. عارفه ان سياده اللي هو كتب لي البيت باسمي؟ كنت
خايفة أموت في مستشفى حكومي ولا مرمية في الشارع؟ على الأقل دلوقتي لما أموت أنتوا هتعرفوا وهتتفتنوني وتسطروني، مش كده؟ ليه كل ده يا ست انتي؟ على فكرة بقى انتي هتعيشي في وسط ناس بتحبيهم. أنا بتكلم جد يا كريم، انتي عندك فرصة حلوة وشقة حلوة وانتي ست ذكية جدا وممكن تشتغلي. اشتغل ايه؟ أنا جربت اشتغل حاجات كتير قوي، بس اللي زي اللي ملهاش ولا أهل ولا عيلة ولا جوز الناس بتستهون بيها، وأنا خلاص قرفت وزهقت من الرجالة الزبالة، وكمان كبرت ما بقتش حمل شغل. خلاص بلاش تشتغل، اتجوزي يا ست. اتجوز ليه معي؟ يا ستي ما تعقديهاش، احنا بقينا 100 مليون عادي يعني. قليل البخت. حرام عليك يا شيخة، قليل البخت ايه بس؟ ما انت ربنا عمل معاكي كل حاجة حلوة. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. صحيح والله عندك حق، أنا كنتش أحلم أبقى في وسط ناس حلوة زيكوا كده. احنا كمان بنحبك قوي يا كريم. والله العظيم بحبك قوي يا مي، ربنا يعلم غلاوتك عندي. والله أنا كمان بحب، بس أنا مش عايزاكي تبقي محبطة كده. احنا لازم نقعد نفكر انت ممكن تشتغلي ايه. انا متاكده انك هتبقي شاطره جدا. خليها على الله. فكي بقى يا ستي، ده حتى النهارده خطوب الدعاء. يوه تاني؟ بعدين بصراحه يعني ما ينفعش اطلع، الست اللي هو لسه ميت، وبعدين يعني هما ما كانوش قادرين يستنوا. الدنيا ما بقتش بتقف على حد. بصي انا لازم اروح عشان عندي شغل، بس كده كده هعدي عليكي ونطلع سوا. انا مش هطلع، هطلع لهم بالاسود كده يتشأموا مني. يا لهوي عليك يا كريمة، ولا حد هياخد باله اصلا. انا كمان يا ستي هلبس اسود. لا مش هطلع، مش حاسه ان انا عايزه اطلع. كده كده هعدي عليك. ماشي ماشي، ربنا يخليكي ليا. يلا سلام.